صاحب سيفوش زاكروف من طاجيكستان والدخول إلى الحلقة. And the blue corner representing Kyrgyzstan, Toktosun Bekbulut. اللاعب توكوسون في الركن لا سيدات والرجال لاعبين إلى منتصف الحلبة لإعطاء التعليمات السلامة بإبقاء الرأس عاليا وعدم المسك وعدم الضرب تحت الحزام. تاتش كلابس. Let's start the fight. الجولة الأولى الميقاتي إشارة ببدء الجولة الأحمر من زاكرو الوزن الثقيل لكمات قوية. عندما يزيد الوزن نحن في الدقيقة أو الثانية 35 وهناك المزيد من اللكمات القوية والمؤثرة. لاعب زاكيروف يستمر في الضغط واللكم للحصول. لاعب سيفوش زاكيروف من طاجيكستان في الركن الأحمر يقابل لاعب توكسون في قرغستان في الزي الأزرق. لكمات مستمرة أعزائي المشاهدين من كلا اللاعبين في الوزن فوق الثقيل زائد 91 كيلوغرام. لكمات إشارة برفع الرأس للركن الأحمر. الملاكمة هي رياضة قتالية تعتمد بشكل أساسي على قوة الذراعين والقبضة كما تتضمن معارك بالأيدي ضمن شروط وأماكن خاصة للسلامة والأمان لكلا اللاعبين. لكمات قوية من لاعب زاكيروف لاعب الركن الأحمر يستمر في اللكم. لاعب يبدو لي اللاعب الطاجيكي أكثر قوة وإنجليزي توكسون على اللاعب الركن الأحمر. يستمر هذا النزال عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي لملايين يشاهدون حول العالم هذه اللقاءات الأسيوية القارة الأسيوية. لكمات قوية ومجموعات لكم رباعية وثنائية وثلاثية من اللاعب الركن الأحمر الذي يسدد لكمات قوية نحو لاعب الركن الأزرق ولكن لا زال هناك المزيد. اللاعب توكسون ويعطي إشارة تتكون مباريات من عدة جولات مؤقتة بثلاث دقائق لكل منها. انظروا لهذه اللكمات والإعادة ليتسنى لنا الحكم بشكل أفضل على مجريات النزال. لكمات قوية من لاعب الركن الأزرق في هذه اللقطة واستكمال للجولة الثانية بهجوم افتتاحي من الركن الأحمر وحرص ولكمات مرتدة ودفاع من الركن الأزرق تجاه هذه اللكمات. الملاكمين لديهم ضربات مؤثرة وقوية بالإضافة للوزن الثقيل أو فوق الثقيل لديهم الحرص والإصرار على الفوز. يمكنكم أن تروا هذا الإصرار من خلال تلك اللكمات وتحمل اللكمات في نفس الوقت. يكمن التفوق في تحمل اللكمات كما يجب عليك إلقاء لكمات في الوقت ذاته. هذه الجولة الثانية بين طاجيكستان وقرغستان اللاعب زاكيروف واللاعب توكسون. لكمة قوية من الركن الأحمر يقابلها لكمة مضادة من الركن الأزرق. لا تحصر نفسك في الزاوية. القاعدة رقم واحد في الملاكمة. اللاعب الأزرق يحاول السيطرة على اللاعب الأحمر بإبقائه في الزاوية.
وتسديد مجموعة من اللكمات وإبقائه في الزاوية لأخذ قسط من الراحة تطبيق خطته ثم العودة من جديد بالهجوم. تبدو اللكمات ليست سريعة ولكنها قوية لاعتبارات الأوزان. هنالك فوائد عدة للألعاب القتالية التي يطبق فيها قواعد السلامة على صحة الجسم، منها تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. لكمات قوية من الركن الأحمر والأزرق على التوالي. يبدو الإرهاق في الدقيقة الثانية وثلاثون الدقيقة الثانية وثلاثون ثانية. لكمة قوية يسرى وتتبعها يمنى ويتبعها يسرى أخرى ويمنى، والحكم يوصي بإيقاف اللقاء مؤقتا ليعطي إنذار للركن الأزرق بعدم الالتزام بالقوانين بعدم الضرب ببطن القفاز كما حذره شفهيا عن استخدام الكوع مع طاجيكستان. كما ذكرنا الملاكمة من أمراض عدة. انظروا لكمات الركن الأحمر وكذلك الدفاع المستمر من الركن الأزرق. انظروا لهذه اللكمات القوية من كلا اللاعبين، لكمات ليست سريعة ولكنها مؤثرة جدا. كلا اللاعبين لديهم قدرة على تحمل كما تحقق التوازن الجسدي وتحافظ على مرونة المفاصل وليونتها. الآن نبدأ الجولة الثالثة مرة أخرى. هجوم قوي من الركن الأزرق نحو الأحمر. الحكم يعطي إشارة للركن الأحمر برفع الرأس عاليا. لكمة من الركن الأحمر مستقيمة. الحكم يعطي إشارة بالانفصال لكلا اللاعبين حيث يحق لهم الالتحام ولكن لمدة لا تزيد عن 10 ثواني تقديرية يقوم بها الحكم. الحكم يعطي إشارة بالتوقف لإعطاء بعض الأوامر. للركن التأكد من سلامتي أو قدرتي على استكمال اللقاء بعد الضربة الأخيرة. ولاعب الركن الأحمر زاكيروف من طاجيكستان يحاول السيطرة مجددا على مجريات اللقاء في حين يقوم اللاعب توكتسون بالهجمات المرتدة والدفاعية للسيطرة على مجريات اللقاء. للرياضة أيضا فوائد للصحة النفسية، منها التخلص من القلق والتوتر وارتفاع هرمون السعادة في الجسم وزيادة الثقة في النفس وتنمية الجانب الأخلاقي والتخلص من اضطرابات سلوكية مثل الخجل أو الخوف أو غيرها. وطاجيكستان يستمر في اللكم في الدقيقة 51 من مجريات الجولة الثالثة. لكمة نحو الجسد، لكمتين خطافيتين، ويعتمد الوزن الثقيل في الغالب على اللكمات القصيرة في الكلوز فايت. لكمات مجددا، والملاكم الرقم الأزرق القرغستان دوكسون يصر على حصر والتحجيم من قدرات ومن لكمات لاعب طاجيكستان. كما ترون يحاول تحجيم سيطرة الركن الأحمر. وصولا إلى الدقيقة الثالثة في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا اللقاء وفي مجريات أحداث هذه الأمسية الجميلة التي جمعتنا بكم جميعا أعزائي المشاهدين. بقيت 10 ثواني على نهاية الجولة الثالثة وانتهى اللقاء.
لا يزال هذا اللعب رياضي في مصلحة الوطن. في انتظار إعلان القرار. Gentlemen, the winner by split decision in the red corner representing Tajikistan. وبالفعل فوز الركن الأحمر كما توقعنا. الفوز المستحق. وعليه على المل غدا بإذن الله تعالى في السادسة مساء. اللقاءات التي تنقل لكم حصريا.